روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، روى ذاك قوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله لا يرد حديثهم، لأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حيلة فيه للجهمية والمعطلة، لا حيلة لهم فيه من ناحية السند، لا يرد حديثهم، ما في حيلة يرد. وخاب قوم كذبوا هذا الحديث ونفوا النزول عن الله وأولوا حديث الرسول بغير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله وكذبوا. نعم.